Kareem. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal fakir. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Wa na'udhu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباده الصالحين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم أمره فإن الله عز وجل جعل التقوى مفتاح سداد وذخيرة للمعاد وذخيرة للمعاد وجعلها كما قال إمامنا أميرنا سلام الله عليه جعل التقوى اليوم الحرز والجنة وفي غد الطريق إلى الجنة في هذا اليوم المبارك وفي هذا الجمع المبارك أيضا أود أن أشير على سبيل الاختصار ولم أسبق أيضا بصلاة الجمعة ولكن على كل حال there is no escape كما يقول قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العلي العظيم في هذه الآية الكريمة سورة آل عمران يشير الله عز وجل إلى نبي من أنبياء الله العظام ومن أولي العزم وهو النبي عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وكيف من الله عز وجل على البشرية بهذا النبي الذي جاء يحمل رسالة القيم والعدل والمحبة والسلام كما هو معروف أنا في الواقع الأمس كان هو ذكرى كما هو مشهور ذكرى مولد هذا النبي العظيم على ما هو مشهور ولا بدنا أن نقف نحن لسنا يعني مثل ما يقولوا بالإنجليزي narrow minded أنه ما عندنا مشكلة مع الأنبياء وما عندنا مشكلة بالعكس نحتفل بهم ونهنئكم بولادة كل الأنبياء وبالذات النبي عيسى عليه السلام لأنهم كلهم على طريق واحد وكلهم كأبناء وكأخوة ولكن من أمهات شتى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم يحملوا رسالة واحدة ودين واحد وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ولكن اختلفوا في شرائعهم وكل من له طريق في التشريع أحب أن أقف عند نقطتين الأولى حينما نقف في ذكريات أو ذكرى عيسى عليه السلام المسيح علينا أن نستفيد منها فإن ذكرى المسيح كانت ذكرى رائعة وكانت حياة مليئة بالعبر والدروس لو انتفع الناس منها عيسى عليه السلام مثل الزهد ومثل البساطة ومثل الترابية للحياة ومثل القيم الرائعة التي يتحلى بها كثير من الناس اليوم من أتباعه وهذا لا يمنع أنه إذا اختلف الآخرون عنا في ديننا فأن نقول كلمة الحق الكثير من هؤلاء الذين القرآن ذكر هذا أنه بعض هؤلاء المسيحيين لتجدنهم أقرب مودة للذين آمنوا أقرب إلينا حتى من أبناء جدتنا لا نجد في حياة عيسى عليه السلام إلا الطهر وفي حياة أمه العذراء إلا الطهر والنقاء وعلينا أن ننفتح على هذه الآيات في ذكريات هذه الذكريات العظيمة حينما نقرأ سورة آل عمران وسورة مريم ونعلمها لأبنائنا ولبناتنا ونلقنهم كيف يحتفل القرآن بعيسى لا كما يحتفل كثير من الناس اليوم يمكن لا يعرفون ماذا يفعل عيسى عليه السلام بقدر ما هو نبي بس أما ما هو النبي شكله طريقته كان لاهوتيا كان ناسوتيا كان ابن لله son of man or son of god هذه البحوث اللاهوتية نحن لا نريدها لأنه الآن في ذكرى جميلة وهي تعكر جمال هذه الذكرى
حينما نخوض بها ما راح نصل نتيجة، لأنه كل واحد عنده قدرة أن يأتي بأدلة ويثبت بطلان الآخر. أول شيء أن نتعلم من هذا النبي، وهذا شيء قرآني، القرآن الكريم حث أتباعه على أن يتعلموا من كل الأنبياء، بل من كل قصص القرآن التي جاءت فيه، حتى نتعلم من غير المؤمنين. لما الله يذكر عز وجل بعض الطالحين، بعض الناس السيئين، ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، نعم، بعدين امرأة نوح مثلا، يضرب آية مثل بها، فيضرب أمثال ولله المثل الأعلى حتى ننتفع منها. هذا النقطة المهمة. النقطة الأخرى في هذه الذكرى، علينا أن نحترم الذين نعيش معهم وبين ظهرانيهم، وأن نحاول أن نشعرهم وأن نظهر لهم هذا الاحترام والإجلال بشكل عملي. فالكثير منا عاشوا في هذه البلاد يمكن عشرات السنين، لكنهم لا يعرفون أن جارهم المسيحي مثلاً، أو الإنسان اللي بالشغل معهم، أو اللي يتعاطون معه بالمحلات أو غير ذلك، لا يشعرون بالمسؤولية عن أن هذا الإنسان ما يعني أصلاً بشيء، هو لكم دينكم واليدين. نحن نحترم ديانات الآخرين مهما كانت، حتى لو كان باطلة نحترم، هم لهم دينهم، وليس لم يفوض الله عز وجل أحد من الناس أن يفرض دين على الآخرين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، هذا هو الخط، لأنه لا أحد يمكنه أن يفرض عقيدة بالإجبار، حتى لو الإنسان اقتنع ظاهرا تحت قوة السيف والسلاح، لكنه في قلبه لم يعتقد، لا ينفع. ولمن هنا هؤلاء الذين يقتلون ويذبحون ويدمرون، هؤلاء لا يدرون بأن العقيدة كلما اضطهدت كلما تجذرت أكثر، هي كالمسمار يشبهها، المسمار كلما ضربته كلما دخل أكثر واستبت أكثر. العقيدة اليوم إذا كان قبل سنتين ثلاثة الناس مثلا عادي عندهم تعلقهم بمذهبهم بدينهم بعقيدتهم بفكرهم، كان مثل 70% أو 60%، حينما يشاهدون هذه المجازر سوف يزدادون إصراراً، والدليل ما نراه في الزيارات المليونية، 20 مليون في هذه السنة أو أكثر الله يعلم، حينما يشاهدون المقابل هذه رسالته الفاشلة، رسالته الدموية، هذا يزيدهم قناعة بعقيدتهم وبدينهم. فعلينا نحن أيضاً أن نبين للآخرين ما هي رسالتنا وما هو دور القرآن في هذا المجال. نقطة أخيرة، أن الله عز وجل عبر عن عيسى بأنه وجيها في الدنيا والآخرة. عيسى النبي محترم الآن، ثلث البشرية اليوم تدين له بالولاء، حتى لو ظاهرا تحترمه، كنائس تفرع باسمه، صوره في كل مكان، وهذا ليس قليل، ثلث الناس على وجه الأرض يتبعون هذا النبي العظيم الذي كانت دابته رجلاه وكانت وسادته الحجر، كان يمشي يسيح في الأرض، وهذا يقولون سمي المسيح لهذا السبب، بعض الأسباب يعني، كان يسيح في الأرض يدعو الناس، والإمام عليه السلام يثني على المسيح في نهج البلاغة، يقول الذين اتخذوا الذين فرضوا الدنيا على منهاج المسيح عيسى بن مريم، يشير بالزاهدين، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، ثم يقول الذين فرضوا الدنيا على منهاج المسيح عيسى بن مريم. لما تبين هذا للمسيحيين تقول أن إمامنا هكذا يقول، شيء جميل. والدليل الآن الأدباء اللبنانيين الذين عرفوا الإمام عليه السلام وعرفوا أهل البيت هم أقرب إليهم حتى منا. بعض الناس الذين كتبوا في لبنان من المسيحيين عن أهل البيت وبذات الإمام عليه السلام كتبوا كتابات أكثر من جماعتهم، ويذوبون في الإمام سلام الله عليه، فهم أقرب فعلا، أقرب إلى أهل البيت. لا تقول لي لماذا لم يسلموا، نحن لا نحكم على الناس وعلى النواة، يمكن من عند الله تعالى هم أحسن من أدنهم بآلاف مرات يمكن، ولكن كان يعيشون حقيقة، يعيشون معنى الإمام عليه السلام وقيم الإمام سلام، لا يعيشون القشور معه. كثير من الناس يحب الإمام بالمظهر، فإذا تضاربت مصلحته مع
كلمات الإمام ضرب داسها تحت قدمي لا يبالي. هؤلاء الذين عاصروا أتباع أهل البيت في لبنان مثلا تأثروا كثيرا، ويكفي الدكتور السلامة وسليمان كتاني ونصر سلوى وغيرهم كتبوا من كتابات رائعة في نحن مسؤولون أيضا هنا. فرد يوم يشوف واحد أمريكي مثلا يطلع ويقرأ فكرة أهل البيت ويكتب عنه، لماذا لا؟ من يعلمهم؟ طب ملائكة من السماء؟ قال نحن، نحن بين ظهرانين 20-30 سنة ننطي كتاب عن الإمام عليه السلام، ننطي كلمة واحدة أن إمامنا رأى مسيحيا في الكوفة فتألم واحتز من أعماقه لأن مسيحيا في دولته يعيش وهو يشحد يستجدي من الناس. هذا هو إمامنا وهذا هو ديننا. ديننا ما يقبل أنه واحد مسيحي ينهان، ديننا لا يقبل أن مسيحيا أو مسيحية في أطراف العراق يأتي جيش معاوية وينتزع منها قرطها وخلخالها ورعاثها الحلي اللي عندها، ثم يقول وفر راجعين. يقول لو أن الإنسان مات من أجل هذه الصورة وهذا العمل لما لمته، لما كان به عندي ملومة بل كان عندي جديرة. هذا خط أهل البيت سلام الله عليهم. ففي هذه الذكرى تتعانق الديانات، وشيء رائع جدا، تتعانق الديانات قيم المسيح، هي نفسها قيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونفس القيم اللي عند علي وعند حسين وعند كل الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. نحن في هذه الذكرى حقيقة يعني نهنئ جميع المؤمنين وحتى من إخواننا هنا في يعني في هذه البلاد بهذه المناسبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل من رسالة عيسى التي كانت هي كلها خير ومحبة فعلا هي اللي تنفذ، لأن عيسى جاء وأنذر من اللصوص في المعبد، قال أن هناك لصوص في المعبد اللي هم الفريسيين، هؤلاء سيأكلون باسم المسيح وهؤلاء يعيشون باسم المسيح ويعيشون على آلام المسيح سلام الله عليه. فهؤلاء موجودون بالمسيحية والإسلام كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يعطينا إن شاء الله وإياكم جميعا أن نكون في هذه الخطى، هذه الخطى الأنبياء الرائعة اللي رسمت البشرية طريق النجاة منذ اليوم الأول، وستبقى هذه إلى أن يبعث الله الأرض من عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نقتدي بهداهم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.